بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه هالة، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، طمنينا اخبار الجو ايه النهارده، وخاصه ان يعني بيبقى في فرق في درجات الحراره ما بين فتره النهار وفتره الليل. بالفعل يمكن احنا الحمد لله اليوم مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، خاصه فترات النهار. العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار متوقع أن هي تكون 26 درجة مئوية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي احنا هنحس بالطقس الخريفي المعتدل تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حتى كمان محافظات شمال الصعيد. طقس نقدر نوصفه مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده هيكون خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وشدة أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في قيم درجات الحرارة، بنحس بيه أكثر في ساعات الليل المتأخرة اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. الأوقات دي الأجواء فيها أصبحت أجواء باردة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة إن الصغرى فترة الليل بتنخفض على القاهرة الكبرى ل 16 درجة مئوية. المدن الجديدة الأماكن المفتوحة يمكن درجات حرارتها الصغرى فترة الليل بتكون أقل من كده كمان. أيوة. بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد الصغرى فترة الليل فيها بتوصل ل 12 درجة مئوية، فبالتالي في انخفاض بالفعل في درجات الحرارة ملحوظ خلال فترات الليل، وفي فرق في درجة الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل، الفرق ده ملحوظ بشكل كبير بيوصل ل 10 و 12 درجة مئوية في بعض المحافظات. دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية الموجودة معانا والمؤثرة هي الشبورة المائية، شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، ويمكن اليوم أدت لانخفاض رؤية أفقية طفيفة على الطرق، وصلت الرؤية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ل 3000 متر، وبتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني فور سطوع أشعة الشمس تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في الاختفاء، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. عندنا كمان اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهورية، وده كمان بيدي مردود كويس على حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، أيضا معتدلين تماما ومؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. الاستقرار في الأحوال الجوية ده كمان مكمل معانا غدا الجمعة إن شاء الله، لكن مع يوم السبت هنلاحظ بعض التغيرات الجوية أهمها ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، نشاط للرياح هيكون مثير للرمال والأتربة، وسرعات رياح هتوصل ل 40 و45 كيلومتر على الساعة، فمهم جدا في فصل الخريف المتابعة اليومية للنشرات الجوية، لأن دايما بيحصل تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني، مهم كمان إن احنا الفترة دي ناخد بالنا من نوعية الملابس، لازم واحنا خارجين يبقى معانا الجاكيت، لأن احنا هنحس بالبرودة يا إما في فترات الليل أو فترة الصباح الباكر، فلازم يبقى معانا الجاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحرارة نرتدي، ودايما طبعا القيادة تكون بهدوء تام على أغلب الطرق مع تكون الشبورة المائية، أو حتى لو في أي ظاهرة جوية ممكن تؤدي لانخفاض الرؤية على الطرق. طيب هو في شبوره هتبقى موجوده اليومين الجايين يا دكتوره منار؟ هي الشبوره المائيه مكمله معانا بكره الجمعه كمان ان شاء الله، لكن هي طبعا مش هتكون شبوره مائيه كثيفه زي اللي احنا كنا بنشوفها الاسابيع الماضيه وصلت لحد الضباب، هي شبوره مائيه هتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لان نسب الرطوبه خلال هذه الايام منخفضه بشكل كبير، لان معظم الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل هوائيه صحراويه، فبتبقى نسب الرطوبه فيها منخفضه، فعشان كده الشبوره المائيه مش كثيفه زي اللي كنا بنشوفها خلال الاسابيع الماضيه، فالشبوره المائيه مكمله معانا ان شاء الله غدا الجمعه، ومع يوم السبت هتبدا ظواهر جويه مختلفه هي اللي تاثر علينا باذن الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا دلوقتي مع بعض نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 27-17، الإسكندرية 24-14، والعلمين الجديدة 23-13، مطروح 25-13، ودمياط 24-16، بورسعيد 25-19، والإسماعيلية 28-16.
في السويس العظمى 28 والصغرى 17 وفي العريش 25-14، كاترين 20-8 وطابة 24-16، حلايب 27-20 وشلاتين 28-20، شرم الشيخ 29-20 والغردقة 30-18. في الفيوم العظمى 25 والصغرى 16 وفي بني سويف 25-14، الوادي الجديد 29-15، أسيوط 27-11، سوهاج 27-13، إنا 27-15، الأقصر 28-14 وأسوان 30-15. بكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي وجمانة ومتابعات فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا كيالا، شكرا جزيلا. شكرا.